كمان من المواقف الجميلة اللي اتصدرت الترند على السوشيال ميديا وتعاطف معاها المتابعين موقف ساري الشابة الجميلة اللي قالت للرئيس إنها خايفة من كتر ما تعرضت لتنمر في حياتها لاختلاف ملامحها، وطالبة نصيحة أبوية منه للتعامل مع شعورها بالخوف. وطبعا الرئيس دايما بيبهرنا بمواقفه الإنسانية ورد عليها كأب فعلا وقال لها: يؤلمني إنك تقولي خايفة، أنت قد بنتي الصغيرة خالص ولسه العمر قدامك وممكن تحققي فيها كتير وجوه مصر، ما تخافيش. سيادة الرئيس، أنا نفسي أحقق حاجات كتير في حياتي، بس جوايا خوف وقلق، وطول الوقت أنا طالبة من حضرتك بخبرتك نصيحة أبوية، إزاي أتخلص من الخوف اللي جوايا. وشكرا سيادتك. خايفة من ايه؟ دي انت شابة صغيرة لسه، الدنيا كلها قدامك. اتفضلي استراحي، اديني فرصة بس. الدنيا قدامك. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سالي. سالي، اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي استراحي. يعني يؤلمني انك انت تبقي قلقانه وخايفه. مش عايز اسالك قدام يعني المجموع خايفه ولا انا من ايه؟ زي ما بقول لك كده، انت يعني انت قد بنتي صغيره خالص يعني، فلسه العمر كله قدامك وتقدري تحققي فيه كتير. ما تخافيش ابدا من ان كان على مصر. انت من مصر مش كده؟ طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، جوه مصر ما تخافيش، لأن الدولة دي بفضل الله سبحانه وتعالى حافظها ربنا سبحانه وتعالى. القصة ما انتهتش هنا، ده المنظمين عرضوا الفيديو ده في ختام منتدى شباب العالم من ضمن الفيلم الوثائقي اللي كان بيتكلم عن الاختلاف والتنمر. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. يا سالي ازيك؟ الحمد لله. لسه قلقانة؟ قولي لهم. لا مش قلقانة. أيوة، ما بنخافش ولا نقلق أبدا أبدا. الشباب ده المستقبل والأمل والحلم، كل شباب كده. ربنا يديكم الصحة ويوفقكم. بكرة قدامكم، مش النهاردة، بكرة قدامكم.